نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة، أن لا سيدة في هذه البلاد، أن لا سيدة في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلبة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة، أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة، في ربع سنوات، في خمس سنوات، في عشر سنوات، رجال أحرار يحررون المغرب، بالشعب المغربي، من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة، ومن السيطرة البشعة. أبي والإخوة، بعض الأفكار وبعض التوضيحات اللي كان بودي أن أقولها، أو اللي ما كانش بودي أن نقولها لو ما تفرضتش علينا الأمور فرضا. لا يمكن أن نبقى ساكتين في الوقت اللي الواحد يقول لك أنا جاي نضربك في بلادك. لا يمكن أن نبقى ساكتين والمؤامرات تحاك حول بلادنا وحول ثورتنا، ولم نكن نحن على الأقل على المستوى الرسمي، ولم نكن نحن ولم نكن السباقين لطرح هذا الخلاف العقائدي، الخلاف العقائدي بين الثورة الجزائرية، بين ديمقراطية الثورة الجزائرية وديمقراطية المملكة الموروثة عن العهود الغابرة. نعم، نفتخر بديمقراطيتنا، نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وأعطته الأرض، نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح، نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت البلاد، نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد، نفتخر بديمقراطية الجامعات، بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات متاع البلاد، نفتخر بديمقراطية الطب المجاني، نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة، أن لا سيدة في هذه البلاد، أن لا سيدة في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. أن لا سيدة في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا أسياد، وهذه ديمقراطيتنا، هذه ديمقراطيتنا، وشعبنا على كل حال يفتخر بها، لأنها حررته من الاستغلال، حررته من الاستعباد، حررته من التبعية، حررته من أي نفوذ أجنبي. نفتخر بكل هذا. ورغم السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.